احنا كمان سلطنا الضوء على اليوم العالمي للعنف امبارح، كنا بنتكلم اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة، وانه في حملات على مدار 16 يوم بتنصح الستات طول الوقت وبتناهض كل اشكال العنف ضدها. بس خلونا نقول كمان ان في علامات ممكن تكون واضحه جدا على الشخص اللي هترتبطي بيه اذا كنتوا لسه مخطوبين، بتقول لك ان هو ممكن يبقى شخص عنيف، ان هو هيكون عنيف بعد الزواج. صحيح الموضوع نسبي ومختلف حسب تربيه الرجل والبيت اللي هو طالع منه، بس اغلب الصفات دي بتبقى موجوده في الرجل اللي هيستخدم العنف. زي ايه؟ معها زي مثلا لما تلاقيه بقى بيكلمك كده، بيبقى فيه لغه الجسد كده، يكلمك كده بايده، عارفه يعمل لك كده، يهددك كده، يبقى حاطط صباعه كده في وشك. دي من بيقولك في لغه الجسد معناها تهديد وفيها عنف، ممكن بعد كده تبقى تمسكها. اما هي بقى نيتها حلوه، تقول اه ده ما شاء الله، ده بيقول انا، ده بيقول لا اله الا الله. امبارح شفت فيديو كده بيقول لك يعني 50 طريقه للاشاحه بالصباع، ده ممكن الناس تفهمها بطريقه. فهي حسنت النيه طبعا، ما بتاخدش بالها ان ده ممكن يبقى عنيف فيما بعد. صحيح. كمان اتنين بتقول لك ممكن في لحظات الغضب تلاقيه يقوم يقفل ايده بقوه، يعني كده. في بادي لانجوج كده، اه يعني كده. اللي هو اللكمه جايه، هي البانش جايه في اي حته، ويخبط ايده كده، يقوم يعمل لها كده بادي لانجوج يهددها، يعني ايه يعني خلي بالك لو زودتي كلمه عن كده تقوم هي يعني تكش بقى. وفي ست لا متعوده على فكره انها ما تتهنش في بيتها، ابوها ما يعليش صوته عليها ولا بيتكلموا بصوت عالي في البيت، فبالنسبه لها الايماءه دي انت عنيف، انت هتكون ايه بعد الجواز، فبترفض تماما. ولو الراجل كنت بقول امبارح لو لاحظ فيكي انه لا عندك لو سمحت انا ما احبش ان انت تكلمني بالطريقه حتى بمنتهى الادب وبطريقه كويسه، ممكن يتوقف، لكن هو بيجربها. صحيح صحيح. مفيش حد بيبقى عنيف مع واحده يعني يستسهل ان هي ملهاش ظهر، ملهاش اخ، ملهاش حد تشتكي له، يعني المفروض يكون هو ارحم الناس بيها. مش عارفه الزوج اللي بيعمل مع مراته كده، يعني الحقيقه مش فاهمه يعني يعمل ايه. مهم في كمان حاجه تانية، انه اغلب كلامه بيبقى فيه تهديد، يقول لك ايه لو عملتي كذا هعمل كذا، لو عملتي مش عارف ايه هعمل فيك ايه، خلي بالك لو عملتي كده هتشوفي بقى هيبقى ليا تصرف تاني. التصرف ايه؟ طيب تيجي تقوله طب ايه يعني هتعمل، طب ايه، يقول لا هتشوفي بقى وقتها هتعرفي. دي علامات فعلا بتبين من بدري كده. كمان لما يقول لك حاجات تدل على زوجك هيبقى عنيف، يعني انه يغير بزياده بعد الجواز، انه طول الوقت في الخطوبه تلاقيه بيتصل بيكي في شغلك في اي مكان عند اهلك، بيتاكد ان انت في المكان ده ولا لا، ده هيبقى شكاك كمان مش غيره بس. وبعدين الشك يعني انت بتاخد بنات الناس ما انتش واثق فيها، بيبان من اولها من الخطوبه ان هو امال هيعمل ايه بعد الجواز، يعني تبقى مصيبه سوده لما هو يكون مش مطمئن ومش واثق في نفسه. دي بتدل على انه كمان مش واثق في نفسه، مش واثق فيها بس. صح. كمان وسط الكلام بينكم ممكن بقى يوصل، وفي ناس بتعمل كده، يهددك بقى بالانتقام او بالقتل، حتى هقتلك هموتك هتشوفي ده انا كده يعني. دي الفاظ اصلا ممنوع ان احنا نقولها حتى لاولادنا الصغيرين، لا يعني على عملت كذا انا هقتلك انا هضربك، ومتعلمين يعني ومفروض ان هم اولاد ناس، وتلاقيه بيقول لها لو عملتي كذا هتشوفي انا هنتقم منك هقتلك. يبقى ده كان طبيعي او سلوك طبيعي في البيت طبعا. عندهم خلوا بالكم من العلامات دي يا بنات يلي هتتجوزوا، قبل ما نروح للمحاكم وقبل ما نشتكي وقبل ما نطلب الطلاق قبل ما نجيب ولاد واقعدي عشان الولاد والقصص اللي بنسمعها كل يوم والتاني، ارجوكوا اختاروا كويس قوي. والراجل كمان تخيروا لمطافيكم، يعني شوف الست طالعه من بيت شكله ايه، بتعامل امها ازاي، بره باهلها ازاي، هو بره باهله ازاي، كويس مع اهل بيته، النساء في اهل بيته، امه، اخته، عمته، خالته، بيبرهم ولا لا، لطيف معاهم ولا لا، حسن الخلق، كل الحاجات دي بتبين. بعدين ما نجيش نقول اصلا انا هاخده واغيره. وبعدين واحده تقول لك اكتشفت ان هو بيتعاطى مخدرات، كنت فين انت؟ في علامات يا جماعه، ما احنا طول الوقت الاعلام بيوعي، يعني خلي بالك من علامات معينه، عدم التركيز، مش عارف ايه، حاجات كتير الحقيقه. زي ما اعرفش فاكره ولا لا، امبارح كانت معانا الضيفه مريم بالظبط، اللي هي كان يعني بيستعمل عنف الغير طبيعي الماجن معاها، وده بيحصل مع بنات كتير بياخد مخدرات طبعا، فهي بيحصل. يعني يمكن هي قالتها بسرعه، ممكن ناس كتير ما خدتش بالها مثلا، بس هي قالت اكتشفت بعد كده انه بيتعاطى كل انواع المخدرات.
خلينا نقول ما اعرفش ازاي في الخطوبه ما احنا بنقول فعلا انتبهوا في الخطوبه، لكن اللي جابت ولد واثنين ولا حاجات من دي، احنا شفنا قصص ومشاهير وزوجاتهم فاضلات وكملوا ووقفت معاه لما تعالج، يعني انا شفنا كده. بس لما يكون خلاص في اسره وفي اولاد، لكن احنا بنتكلم على البنات اللي لسه بتختار، البنات اللي في علامات من العنف قدامها باينه في الراجل من طريقه تعامله مع الناس او مع زمايله في الشغل او مع اهله في البيت، وانت تقولي لا بحبه يا بابا انا هاخده واغيره، فبلاش كده ارجوك، مفيش حد بيتغير.